متابعة الفيروس وتأثيره، نبقى منتبهين ان احنا ان كنا حققنا نجاح خلال الفترة اللي هي اللي فاتت، مش عايزين ان احنا خلال الأسابيع القليلة القادمة نفقد اللي احنا نجحنا فيه. دخل علينا شهر رمضان، وطبعا يعني في ناس كتير قوي هتبقى متحسبة ويعني الحركة بتاعتها هتزيد، وأنا بقول خلونا إن احنا نقدر نتعامل مع الفيروس وتطوراته بالشكل اللي ما يفزعش المصريين وما يوقعش فيهم خسائر. وأنا بقول لكم الكلام دوت اللي أنا يعني بطلبه منكم دلوقتي، وبقول لكم من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا أكتر، وثقافة التباعد وثقافة الوقاية والتطهير والحماية والبعد عن التجمعات بالشكل اللي احنا بنتمناه، سواء كان في وسائل المواصلات أو في غيره، أرجو أنها تزيد خلال الفترة اللي احنا فيها واللي جاية، عشان يعني عشان نفضل محققين المعدل اللي هو اللي احنا بنتمنى أنه هو يعني يكون يعني ما يعملش فينا أثر كبير.